في كل مكان أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة من هنا من ميدان الوقن لسباغات الهجن العربية الأصيلة، حيث الاستعدادات لانطلاقة أولى أشواطنا أيضا ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد النهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين. هكذا متابعين الكرام هي الاستعدادات ما قبل الانطلاق، الأسماء الحاضرة، الشعارات المميزة التي حضرت هنا للقاء والمشاركة والانطلاق والتحدي. مسافتنا هي 1500 متر، نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. إذن متابعين الكرام هكذا هي الاستعدادات هنا ما قبل الانطلاق. هنا مشاهدين الأعزاء نرى الأسماء هنا الحاضرة بكل قوة لانطلاقة أولى أشواطنا في هذا الصباح ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين الداعم والمشجع لرياضة الآباء والأجداد. هذه الإشارة التي تأتي سنويا لتعم يادين الدولة، فشكرا من الأعماق لسموه على هذا الدعم المتواصل. إذن رياضتنا العربية الأصيلة التي هنا أيضا وجدت لتبقى وسوف تبقى بإذن الله للأبد بفضل دعم أصحاب السمو والشيوخ لهذه الرياضة العربية الأصيلة. هنا تقف هذه الأسماء حاضرة شامخة مستعدة للانطلاق. هنا متابعين الأعزاء في خط متوازي ولكن سوف يتفاوت بعد قليل. هكذا متابعين الكرام إذن استعداداتنا والألف وخمسمائة 100 متر حاضر مع هذا السن، سن الفطامين، نجوم المستقبل، سن التأسيس. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. إذن بسم الله وعلى بركة الله تعلن مشاهدين الأعزاء انطلاقة أولى أشواطنا والشوط الأول الخاص هنا بالإبكار الفطامين 1500 متر. هنا مشاهدي الأعزاء ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد النهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين الداعم والمشجع لرياضة الآباء والأجداد. هكذا ينطلق هذا الشوط، هكذا ينطلق هذا الإبداع مع هذه الأسماء. ناخذ المركز الأول، ناخذ اللي راحت مع الصدارة الأولى. هنا طاعة وسعيد بن الصغير بن هذلول الوهيبيات هنا ليقدم لنا طاعة هنا مع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الشاهنية محمد بن مبارك بن طماطم العفاري القاضي
قادم على المركز الثاني، ولكن أرى وصول، أرى قدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء من الشانية سلطان بن سالم بن متعب العفاري قادم، وأرى وصول آخر في هذه اللحظة من زاخر وسعيد بن عبيد بن معضد النعيمي قادم في هذه اللحظات، وبن شوين هناك قادم مع المركز الخامس، ولكن عودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى طاعة على الصدارة الأولى. ما شاء الله، صاحبة إنجازات، صاحبة عوايد، هنا تضيف الإنجازات إلى رصيدها الممتلي بالنواميس. ما شاء الله، هذه طاعة هنا مشاهد الأعزاء، صاحبة إنجازات، ثلاث نقاط هناك في ميدان سويحان، وتضيف النقطة الرابعة في هذا الصباح، والعصف الأبطال. سلام يا طاعة، سلام بو هذلول، سلام سعيد بن الصغير بن هذلول الوهيبي من خطف ناموس هذا الشوط الأول، والعصف الأبطال مثل ما تشاهدون. ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا، والناموس المركز الثاني. شعار سلطان أيضا بن متعب العفاري، سلطان بن سالم بن متعب العفاري بينما ثالث الأسماء. المركز الثالث هناك مشاهدي الأعزاء الشاهنية، وأيضا عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي. عودتنا بالتهنية والناموس لمالك طاعة سعيد بن صغير بن هذلول الوهيبي من خطف ناموس هذا الشوط الأول، والعصف الإبطان. ناخذ التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هناك دقيقتين 12 ثانية 55 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك طاعة ومن قدم لنا طاعة في هذا الشوط الأول، السعيد بن الصغير بن هذلول الوهيبي، على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا.